تم مساء أمس الأحد إعطاء الانطلاقة الرسمية لاستئناف الرحلات الجوية ما بين مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وكل من مطاري قلميم وطنطان، وذلك في إطار الالتزام تعهدت به الحكومة في إطار المقاربة الجديدة للمساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبهذه المناسبة تم تنظيم رحلة على متن طائرة من نوع ATR 672 أقلعت من مطار محمد الخامس في اتجاه كل من طنطان وقلميم، وعلى متنها وفد يضم على الخصوص وزير التجهيز والنقل والوالي المدير العام للجماعات المحلية والمدير العام التنفيذي للخطوط الملكية المغربية والمدير العام لوكالة الجنوب. في إطار مسؤولية الدولة أن توفر النقل لكافة المواطنين وأن يكون هذا النقل متيسرا وبجودة معتبرة، كان لابد أن نبحث عن كل وسيلة يمكن أن نقدمها للمواطنين. فالمناطق الجنوبية كما تعلمون ما عندهاش القطار وما عندهاش طرق السيارة، وبالتالي كان لابد أن يكون عندها يعني هذا النقل الجوي متيسر بكلفة يعني بتعريفة في المتناول وبعدد رحلات أيضا مناسبة للسياسيين، لرجال الأعمال، للمجتمع المدني، لعموم المواطنين، للتجار إلى غير ذلك. وبالتالي كانت هذه الاتفاقية مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ومع الجهات ديال الجنوب الثلاث، ثم أيضا مع الوكالة ديال التنمية وإنعاش الجنوب، باش إن شاء الله نطوروا هذا النقل الجوي. وطبعا الحال اليوم كنتكلموا على النقل، ولكن أيضا المطارات كما تعلمون أن هناك برنامج ديال التطوير ديالها باش تكون أيضا رافعة للتنمية بالنسبة لجميع المدن حيث توجد هذه المطارات. ومن شأن إطلاق هذه الرحلات الجوية بين العاصمة الاقتصادية ومدينتي قلميم وطنطان التأكيد على التوجه الأساسي للحكومة نجد الرفع من وتيرة تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة على أساس تصور جديد يرم تثمين الموارد الطبيعية والبشرية لهذه الأقاليم وإنجاز البنية التحتية الضرورية وتوفير وسائل النقل التي من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة والتعجيل بإنجاز هذه المشاريع الهامة. هذه المبادرة كتخص الأقاليم الجنوبية ككل، كتخص بالطبع قلميم طنطان، واليوم فين فتح هذا الخط الجوي اللي كيجمع ما بين الدار البيضاء وقلميم طنطان، وفي نفس الوقت هناك انطلاق ديال واحد البرنامج جديد يخص العيون والداخلة بطائرة بوينغ كل يوم في أوقات اللي هي مناسبة وأثمنة مناسبة. ويندرج هذا الخط الذي سيعمل بوتيرة 5 رحلات في الأسبوع ذهابا وإيابا في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها منتصف مايو الماضي بين المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ومجلس جهة قلميم سمارة ومجلسين الإقليميين لقلميم وطنطان.